لا التقدم اللي حصل عليه لا اكيد لاخر المباراه، النتيجه اكيد ما اي حد راضي اي ما حد بالتعادل، راضي، بس والنصر طبعا كناحيه فنيه. اي كناحيه فنيه المباراه انا اتوقع انها مرت بعده سيناريوهات. السيناريو الاول اللي هو الى الدقيقه 26 نصر جدا مقنع ممتع ابدع، يعني كان هو المسيطر على المباراه، كان هو اللي يعمل الضغط العكسي. انا طلبت اللقطه هذه الدقيقه 25 قبل الهدف، شوف لعيبه توحد مو قادرين يخرجون الكره من ملعبهم، زي مثل المباراه اللي فاتت. يعني النصر كان مسيطر سيطره تامه، يبني هجمته من الخلف بشكل صحيح، حتى عندما تقطع الكره يعمل الضغط العكسي بشكل صحيح. شوف حسام غالي موقعه فين، شوف فوزير، شوف الجماعه، شوف النجعي يميل بشكل صحيح، ما كان في اي طريقه لوحد الخروج. خطا غير مبرر لحسام غالي عمل السيناريو الثاني للمباراة، هدف يعني هدية تعتبر لأحد استثمروها بشكل صحيح. رجع نفس سيناريو الاتحاد اللي قلناه المرة اللي فاتت، استعجال، تمريرات طويلة، محاولة الوصول لمرمى أحد بأقصر عدد من التمريرات بدون احترام لوقفة لاعبي أحد، منحت أحد مرة أخرى فرصة للارتداد، قطع الكرة، لعب في المساحات عشوائية في لعب النصر من الدقيقة 26 إلى أن انتهى الشوط الأول. عمل الكابتن عبد الوهاب في خلال هذا الوقت تغيير ذكي جدا جدا جدا، احييه صراحه عليه. يعني عاده اللعب بالمهاجم الوهمي يجي بفكره من قبل المباراه، يجي يعني كتفكير، يعني يحتاج وقت. الكابتن عبد الوهاب ظروف مباراه اللي هو اصابه الكابتن عبد المحسن محمد محسن نتمنى له الشفاء، اخرج كابتن كابتن عبد محمد الوهاب الحربي إيه؟ مدرب فريق مدرب احد، فريق احد، خلينا اصبح معروف الان على عليه الساحه. برضو يعني ناكد. طيب اخرج الكابتن محمد محسن نتمنى له الشفاء وانزل هنريكي انزلوا الكابتن عبد الوهاب كلاعب محور ثالث، قوى العمق، قوى الفريق احد في الافتكاك، لعب باللاعب فجريدو البرازيلي كمهاجم وهمي، فتح الملعب اللاعب رقم اثنين اللي هو المهاجم والضوء. صراحه يعني عمل ارتدادات مميزه جدا، احرز منها الهدف الثاني. ايضا بدا الشوط الثاني، ممكن النصر تعدل شويه الشوط الثاني يعني غير المدرب وتحول لطريقة 4-4-2، السهلاوي مع جيبور، وعمل عرضيات كثير وحاول عن طريق عرضيات ووصل، ما توفق ممكن للإحباط وإبداع دوخة اللي صراحة قاعد يقدم مستوى كبير، يعني قيمة عالية جدا لحارس مرمى استثنائي صراحة الآن في الدوري السعودي. ما قدر النصر يسجل الهدف، عمل أتوقع مدرب النصر أيضا تغيير ثاني ما توفق فيه اللي هو اخراج سامي النجعي، فرغ الوسط تماما، اخرج حسام غالي بشكل جدا سيء في المباراه. حسام غالي اوكي اخطا في الهدف، حسام غالي هو محور ربط وليس محور ارتكاز، اللي اليوم شفناه من مدرب النصر ملاعب اللاعب محور ارتكاز، هو لا يستطيع على الدور هذا. اللاعب قوي على المستوى الجماعي وليس مستوى الفردي، شفنا الفردي اللعبات المرتده لاحد كان حسام غالي وحيد، شفت هذه الكره حسام موقع يعني مساحات كبيره، حسام يتميز في عندما يعني تقارب الخطوط بالكره، يعني بالكره يعرف يضيق المساحه، لكن بهذا الشكل ما يقدر يضيق المساحه ولا يقدر يش. تدارك المدرب، انا زي ما قلت المدرب واضح انه مدرب ذكي، يعني تدارك الموضوع مباشره بانزال يحيى الشهري وتدارك بجانب حسام، رجع للمباراه مره اخرى ورجع سيناريو جديد للمباراه، رجع النصر سيطر مره اخرى، احرز هدفين. انا اللي اشوف انه اخراج النجعي كان خطا لتفريغ وبقى حسام غالي كمحور ارتكاز، المفروض كان يلعب الجبرين ويكون امامه حسام غالي، حسام غالي اضاف اضافه كبيره لا زلت اقولها، اضافه كبيره للنصر، اوكي اخطا اليوم في الهدف، اخطا بعد الهدف حسام غالي، يعني لاعب خبره المفروض ما يطلع هذا الشيء منه، لكن هذا يوم سيء للاعب، هذا شيء يحصل. حسام غالي بعد الهدف اندفع اندفاعات غير مبرره، يعني خانته فيها كان متوتر اللاعب واضح، لانه الاندفاعات اللي عملها ما يعملها لاعب ذكي بذكاء وقيمه لاعب زي حسام غالي كابتن للاهلي وكابتن لمنتخب مصر لفترات، اندفع اندفاعات ما كان لها مبرر، كان المفروض يعني يهدى شويه اللاعب، شويه ذهنيا خرج من جو المباراه. انا اللي ارجع اقوله مره اخرى على لاعبي احد، ثقافه الفوز افتقدوها للمره الثانيه، كانت امامهم فرصه اخرى للفوز، مباراه الاتحاد فقدوها بسبب تسرعهم واضاعتهم لفرص الشوط الثاني وعدم امتلاكهم بصراحه لشخصيه الفوز. انت لازم تنسى انه هذا النصر او هذا الاتحاد، انت الان متقدم وعندك في مساحه انك تسجل، المفروض كان تسجل وتخلص المباراه. لعيبه احد كانوا سعداء بالوصول دون التسجيل، ما كان المفروض كان عندهم يعني حرص اكبر للتسجيل، عدم التسجيل يعني فشل.
الهدف الثاني صراحة منظر غير جيد من لاعبي أحد خصوصا بالدفاع، دفاع متقدم أمام لاعب مرتاح بالكرة، هذا شيء ما كان محبذ منهم. يحيى كان مرتاح بالكرة بشكل واضح، كان المفروض أنه خاصة فورساه يعني لاعب محترف يعني واقف منطقة أعلى في الملعب، كان المفروض يسوي الارتداد، هو اللي يعمل يقص على اللاعب ليوناردو ما يخليه يروح زي كذا. دوخة حاول خرج، ما صراحة حتى خروجه يمكن كان مبالغ فيه، لكن ما كان أمامه إلا هذه المحاولة. النصر لا زال جيد دفاعيا ما عدا لكرو المفروض أنه ما عاد يلعب في النصر نهائيا، لاعب ضعيف غير موجود هجوميا غير موجود دفاعيا. الهدف الثاني المفروض يلتحم مع اللاعب، إذا ما التحم مع اللاعب المفروض يجري مع اللاعب اللي داخل، الحالتين كلها ما عملها، اللاعب يتفرج في الملعب هجوميا غير موجود. النصر لا زال جيد دفاعيا ما عدا لكرو يسقط هجوميا. طيب خلنا نشوف